يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل ذبيحة للمسلم تقربه إلى الله أم الذبح مع نية التقرب؟ الذبح للحم والأكل هذا مباح وليس عبادة، والذبح للضيف والقادم هذا إكرام وليس عبادة ضيافة. أما الذبح على وجه التقرب وطلب الأجر فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو الذبح تعظيم، مثل إذا نزل الوفد أو ذبحوا عند الطائرة أو عند نزوله من السيارة تعظيما له، هذا ذبح تحية والعياذ بالله، ذبح تحية وتعظيم هو شرك. نعم.